ماله. 10 ثواني مدة الفيديو. رن. يعني يا محمد ما شاء الله كتير محظوظ، اسئلتك كتير سهله، الفيديو كتير سهل. تبعته؟ مين اللي كان يلعب؟ مين الفريقين اللي شفناهم؟ والله العربي وما الوكره تقريبا. هذا انا بقول سهل. ما انتبهت على الفيديو. ما انتبهت على الفيديو؟ لا. كيف بدك تجاوب السؤال؟ اذا في مجال ينعاد؟ ما بعرف، في مجال ينعاد؟ بقولوا لي لا. اللاعب اللي سجل الهدف شو اسمه؟ عادل ملا. ما في عادل ملا، في احمد فارس وفي صلاح الملا. واجابه صحيحه و1000 ريال. هذا وانا موصيتك قبل الفيديو انك تركز بالفيديو، بتقول لي ما ركزت فيه، ما تبعته؟ ما ركزت على الفريق، بس ركزت على الجول. طيب برافو، المهم الإجابة أصبحت صحيحة و1000 ريال أنت ضمنتهم إلى 1500، يعني صار عندك هلا 2500 ريال. جاوبنا إجابة صحيحة هلا على المقطع الثاني بصير عندنا 3.5. نشوف الفيديو رن. على فكرة عن جد برجع بأكدوا لي إنه جدا أسئلتك سهلة وأنت محظوظ ما شاء الله. حمد اسمعي، الوكرة والغرافة، وفازوا الوكرة 2-1. سؤال غير، بيقول السؤال: الحارس الذي تسبب في ركلة الجزاء للغرافة. محمد عبد الله. إجابة صحيحة و1000 ريال تستاهل 3500 ريال. في حالة هلا عرفنا وين موجود لوجو القناة، 17500 ريال أصبحت ملكك. نتوكل على الله؟ نتوكل على الله. تعطوني لو سمحتوا الرقم وين؟ يعني البطاقة فاضية. وين الرقم؟ احنا الاثنين الفيديوهات اللي بتختار صور. اوكي. 35. يا محمد عندك رقم 5 وعندك 35 وعندك رقم 40 وعندك فيديو 1 وعندك فيديو 2. واحدة منهم موجودة لوجو 35 القناة، أو ما سمعت، لوجو البرنامج. شو قلت محمد؟ ان شاء الله 35. انا مش حبيتك تخسر. والله بعطيك فرصة ثانية، يلا. 40. اعطيتك فرصتين، خلينا نشوف. لا، فيديو. خلاص. قلت 35 وقلت 40، هي فيديو رقم 1 كانت الصحيحة، أو موجود خلف بطل الكاس. عموما أنت أخذت قيمة المرحلة الأولى وقيمة المرحلة الثانية، إذا قد إيه أصبح معه؟ 3500 ريال. مبروك عليك محمد، تستاهل محمد. ناخذ عبد العزيز القحطاني، آخر متسابق بحلقة اليوم. عبد العزيز، الو، كيفك؟ سلام، الله يسلمك. من الدوحه بتحكينا؟ ايوه من الدوحه. حياك الله. لاخويا العربي اليوم شو بتقول؟ لاخويا كم؟ انا اشجع الرجال.
بكره الريان ان شاء الله. كل التوفيق اكيد للاربعه الكبار اللي وصلوا لكاس سمو ولي العهد. فاهم نظام المسابقه؟ اي فاهم، بس الصوره تاخر عندي يعني شوي تاخر، بس انا اشوفكم من النت مو من التلفزيون. اوكي الصوره عندك بتتاخر. اوكي تكرم، نحن راح نتروى والصور كلها تحت امرك، خلينا نشوف. مشكور مشكور. ست صور عندك، 26 42 3 33 22 38. سيدة الحين ما طلعت قدامي شوي لهلا، ما طلعت عندك الصور؟ 26. اوكي 26 و 38 38 و 22 و 22. ايوه اوكي، اذا 26 38 و 22. مستعد؟ مستعد. نشوف الصورة. طلعت عندك الصورة؟ لا والله للحين شوي. عموما هي الصورة نحن بنشوف فيها. طب انا خليني اقول لك السؤال، رح تقدر ان شاء الله تجاوب عليه بدون ما تشوف الصورة، بس تخيل هلا صارت طالعة عندك الصورة. اه ايه طالعة. يلا، عدد المرات التي قاد فيها الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر نادي قطر للفوز بكأس ولي العهد؟ كم مرة؟ بطولة واحدة، ثلاث بطولات، ام اربعة؟ بطولة واحدة. كم قلت؟ بطولة واحدة. الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر كم مرة قادهم للفوز؟ بطولة واحدة. أكثر من مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. هاي مني، أنا أعطيتك إياها. بدنا نركز بليز. مشكورة. حياك الله عبد العزيز. الصورة الثانية. هاي لازم تشوف الصورة، يعني بدنا ننتظر عليك لحتى تظهر عندك الصورة. أوكي. زهرات؟ لا لحظة الحين شوي. لسه؟ دقيقة بس. عموما بس تجهز الصورة عندك. سؤالها بيقول هاي الصورة اللي أنت شايفها تعود لأي موسم؟ هل هو 2003 2004 2004 2005 ولا 2005 و2006؟ 2005 2006 في نهائي كأس سمو ولي العهد، وكانت اللقب لصالح السد. نتيجة الفوز كانت 2-1، إجابة صحيحة. بقي صورة وهي جدا سهلة، وأنا بتوقع أنت خلص ضمنت يعني هاي المرحلة وتأهلت. تخيل ما يفوز. إن شاء الله الله يسمع منك. طلعت الصورة عندك؟ لا دقيقة شوي. خذ دقيقتين بس، احنا لازم نختم يعني ما عاد عندنا وقت. أنا آسف. طلعت الصورة عندك؟ أنا ما بعرف شو المشكلة لما بتطلع عندي الصورة بسرعة. اللاعب السداوي الذي يرتدي الفانيلا رقم 15. طلال البلوشي. عطوه عطوه الإجابة على السريع. ما عاد عندنا وقت. إذا تستاهل. إلى الآن قد صار معه؟ معك 1750 ريال، إن شاء الله هلا بنضيف لهم 2000 ريال أسئلة الفيديو، خلينا نشوف بصورة سريعة الفيديو الأول. رن. شفتوا الجماهير باللقطة شو حلوين؟ يعني بالفعل الحضور الجماهيري إله قيمته بالملعب. معنا يا عبد العزيز، شفت الفيديو؟ إيه شفته وحضرت المباراة بعد. أوه يعني هلا الإجابة صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. توكل على الله.
أقيمت مباراة العربي والريان في نهائي 2001 على أي استاد بما أنك أنت حضرتها؟ استاد خليفة. استاد خليفة و1000 ريال، وإجابة صحيحة 2750 ريال إلى الآن. نتوكل على الله. الفيديو الثاني رانيا راني. عبد العزيز، أهلا. شفت الفيديو؟ بس ايه شفت عليه. طيب طبعا شفنا نحن بالفيديو سمو الشيخ جاسم بن حمد ورعايته الدائمة للرياضة القطرية والرياضيين في كل مجال الرياضي في قطر. بيقول السؤال يا عبد العزيز، الحكم الذي يظهر في هذه اللقطة لتشرف بالسلام على سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، هل هو إبراهيم الرماحي أم إبراهيم المحمودي؟ مين كان الحكم اللي شفناه بالصورة بالفيديو؟ إجابة واحدة ما حقبل غيرها. الرماحي. يلا 3750 بدنا نضربهم بخمسة بإذن الله، أوكي؟ يلا، بس نبي مساعدته الله يخليك. هلا هون أنا ما فيني ساعد. يعني قولي تقدرين عليه. هذا الألم مش واضح. أي؟ يلا. أصبحت عندي هون وين موجودة؟ لوجو البرنامج بطل الكاس. انت عليك تقول لي هل هو موجود خلف رقم 26 ام خلف 38 ام خلف 22 ام فيديو واحد ام فيديو اثنين. 26. وين 26؟ اولا ما في 29، في 26، في 38، في 22. وأنا بقول لك مش 26، وعندك إجابة تانية وسريعة ورجاءً تكون صحيحة. 38. هي فيديو واحد كمان. بنقول لك اسمح لنا، الحظ ما ساعدك، يعني فزت معنا فقط ب 3750 ريال. مبروك عليك عبد العزيز القحطاني. خليني بس ارجع اذكر مين فاز معنا لليوم. فاز معنا ابراهيم عبد الله من قطر 1500 ريال، مشعل مبارك من قطر 17500 ريال، محمد اسماعيل 3500، عبد العزيز القحطاني فاز معنا ايضا ب 3750. نحن مشاهدينا وصلنا للختام، نرجع منجدد الدعوة للجماهير إنها تتواجد اليوم في أرض الملعب لحضور المباراة الحاسمة ما بين الأخوية والعربي. نحن وصلنا للختام، بكرة إن شاء الله كونوا على الوعد الساعة 1:30 مع برنامجكم معي لانا العادي. كنتوا بطل الكاس على قناة الدوري والكاس، دائما في أمان الله.